يعني من 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 يعني من الحصار على لبنان الـ الـ يعني ممكن بلشنا يعني اصلا نفقد الانترنت، ويعني بصعوبه عم يكون عندنا انترنت بشبكه الانترنت. وايضا يعني اليوم عدو الاسرائيلي قطع الاوصال بين لبنان وسوريا وبين المناطق، وايضا عندما يمارس هذا الحصار الكامل في الجو والبحر والبر، يعني للاسف لن يدخل لبنان حبه رز، لن يدخل لبنان حليب للاطفال. فبالتالي بالحقيقه يعني حيكون يعني هلاك على الشعب اللبناني. وبعد ان نلمسها يعني نحن في لبنان لا يوجد كهرباء عندنا، يعني يوجد بيجينا كل 24 ساعه 3 ساعات ولا ما عم تجي نتيجه هذه الحرب. فبالتالي هذه الحرب مكلفه جدا رح تكون على اللبنانيين، وايضا سوف يكون الحصار بالنسبه للبنزين، عدم دخوله لكل المواد الغذائيه، للقطاع الانترنت، للكهرباء. بالتالي نحن يعني ما صرح به الوزير هي مزبوط، هي مخاوف، لانه العدو الاسرائيلي عم يهدد. وعم نشوف نحن انه نهار الجمعه امس يجب ان تكون طائره خاصه لمنظمه الصحه العالميه فيها ادويه لن تستطيع ان تجي، لانه لن يسمح لها العدو الاسرائيلي بمجيئها الى لبنان. فبالتالي بدا الحصار. يعني عم نشوف نحن كمان كل الطائرات وكل الجاليات الاجنبيه اخرجت من لبنان، يعني بالتالي في حصار. وايضا الان يعني كمان هون بدي نوه بالشكر بالجمهوريه العراقيه، بالمملكه العربيه السعوديه، بالامارات، بالاردن، بمصر، الذي بداوا يبعثون مساعدات انسانيه وطبيه. تدفق هذه المساعدات الانسانيه والطبيه باتجاه الداخل اللبناني، هل يتاثر مع الوقت باعتقادك؟ هل تضيق عليه اسرائيل يعني بطريقه او باخرى؟ نعم، هذه المساعدات يعني رغم حجمها، لكن يعني الحجم كبير صراحه، حجم المأساة كبيره وحجم المعاناة كبيرة، لكن يعني نشكر الله أنه سمح لهذه المساعدات أن تصل. لكن هذه المساعدات يعني أنت بتعرف اليوم النزوح له تكلفة كبيرة كبيرة كبيرة، وخروج المواطنين من منازلهم لهم تكلفة، وأيضا يوجد إصابات أكثر من 2020 يعني شهيد مدني وأكثر من 10,000 جريح. فبالتالي الضغط كبير. فبالتالي كمان الممكن العدو الإسرائيلي يعني كمان يشد أكثر بالحصار. هذا العدو لا يفرق بين البشر والحجر، لا يفرق بين المدني والعسكري. نحن نثمن ونعول طبعا على الأخوة العرب، وعلى قرار جامعة الدول العربية، وعلى تضامن العربي مع لبنان والشقيق مع لبنان وعلى الأشقاء جميعا. فبالحقيقة يعني حتى يعني إذا بدنا نقول على من استضاف اللبنانيين، العراق استضاف أكثر من 5,000 شخص وسوريا. فبالتالي الأخوة العرب في وقوفهم إلى جانب اللبنانيين يعني يشكرون على وقوفهم على هذه الوقفة الذي تمثل بالحقيقة يعني الأخوة والمحبة والتضامن. لكن اليوم يعني قدر عدد من اللبنانيين يذهبون إلى سوريا وإلى العراق، وقدر بعض الطائرات تصل إلى لبنان، لكن كمان الخوف أن نصل إلى ما وصلت أي غزة وما وصل إليها الفلسطينيون، لأنه هذا العدو لا يفرق بصراحة، يعني يريد أن يقتل أكثر عدد ممكن من المدنيين. في ظل هذه المعطيات على